ठीक है आओ मेरे पास مع فداءة السعادة سباق ابتداء من 10,000 درهم وكتهديكم كوزينة مجهزة السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في قراءة لأبرز ما جاءت به الصحف اليومية المغربية لعدد يوم الاثنين 17 مارس والبداية من يومية الأخبار التي عنونت خلافات بين بن كيران ومزوار تؤجل المصادقة على البرنامج الحكومي وميثاق الأغلبية وكتب صاحب المقال أن زعماء أحزاب تحالف الأغلبية الحكومية حسموا أمر اسم المرشح لخلافة كريم غلاب على رأس مجلس النواب وأفاد بلاغ صادر عن رئاسة التحالف الحكومية عقب الاجتماع الذي عقده الأمناء العامون للأحزاب الأربعة مساء يوم الجمعة الماضي أنه تم تأكيد تزكية رئاسة تحالف الأغلبية لترشيح رشيد الطالبي العالمي من فريق التجمع الوطني للأحرار باسم الأغلبية في انتخاب رئيس مجلس النواب خلال الدورة الربيعية المقبلة تفاصيل أوفر تجدونها في الصفحة الرابعة ليومية الأخبار نفس اليومية قالت إن حزب العدالة والتنمية التزم الصمت حيال قرار صادر عن واحدة من مندوبيات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية يدعو المؤذنين إلى تخفيض صوت أذان وصلاة الفجر تجنبا للإزعاج مضيفة أن القرار الذي خلف حالة من الاستغراب والسخط موقع من طرف المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية في الحي الحسني بالدار البيضاء تدعو من خلاله المؤذنين والمهللين إلى ضبط مكبرات الصوت حسب الحاجة وتخفيضها إلى الحد الأدنى أثناء التهليل وأذان صلاة الفجر وذلك بسبب توصل المندوبية السالفة الذكر بشكايات من مجموعة من المواطنين خاصة المسنين منهم يشتكون من الإزعاج نتحول إلى يومية المساء التي كتبت أن السلطات الجزائرية قامت بترحيل مواطن مغربي أصيب برصاص حرس الحدود الجزائري منذ أكثر من 5 أشهر قضاها في السجون الجزائرية رفقة الرصاصة التي استقرت في رجله دون أن تقوم السلطات الجزائرية بإسعاف شخص في خطر واستخراجها وتمكينه من العلاج أما الصباح فقد كتبت أن عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء فككت شبكة متخصصة في قرصنة الحسابات البنكية لشركات عالمية وأن 3 موقوفين أحالتهم النيابة العامة على قاضي التحقيق بعد أن أنهت مصالح الدرك الاستماع إليهم بخصوص المنسوب إليهم فيما لا يزال البحث قائما عن متهمين آخرين يومية أخبار اليوم المغربية نقلت أن الدرك الملكي اقتنى تجهيزات متطورة للمراقبة عبر الأقمار الاصطناعية لرصد ومطاردة شبكات تهريب المخدرات من المغرب نحو أوروبا عبر إسبانيا مشيرة إلى أنه تم إحداث وحدات تقنية خاصة للتمشيط الإلكتروني تهم المناطق السوداء التي تنشط فيها شبكات تهريب المخدرات في شمال المغرب وكذلك إحداث وحدات للتنسيق تضم خبراء من الدرك الملكية ومديرية مراقبة التراب الوطني والحرس الوطني الإسبانية تهم مهمة التنسيق بين هذه الأجهزة إعداد قاعدة للمعطيات لشبكات تهريب المخدرات العابرة للحدود بين المغرب وأوروبا عبر إسبانيا تكتب أخبار اليوم المغربية بهذا نصل إلى نهاية قراءتنا في بعض أبرز ما جاء في الصحف اليومية المغربية لعدد يوم الاثنين 17 مارس دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء